هذا فيلم نتفليكس اسمه خلينا نشوف اسمه. هذا اسمه سمو مال شاروخان، مال يقض واحد اسمه لاكشمون ما ادري واحد ايه. وهذا حلقة الفيلم كلش حلو بنتفليكس، يتوفى بنتفليكس وكلش حلو. يحشي لأمه قصة انه اخوه كان هو موجود بس ابوه كان مات ويتذكرون يعني ابوه كان قائد، فلهذا بعدين هو قائد بالحرب. بعدين قام يقول له هذا اخ ابويا مزس تو انترين دسبرين غانس، هو مطلع حياته للمدينة يعني بلاد معنا. وهذا اخوه لاكشمر. Why do you do this to yourself, huh? Sorry guys, I hate these kind of programs.